حسين يا غريب. بيت النور وبيت الطهر وبيت الولاية وبيت الإيمان، وكلكم تعلمون مكانة هذا البيت عند الله ومنزلة هذا البيت عند الله وعند الرسول وعند الأنبياء، ومكانة هذا البيت عند أعداء فاطمة. كلكم تعلمون بذلك. ما الذي صنعوا بهذا البيت؟ كيف هذا الباب أحرقوه بالحطب والنار؟ كيف هذه المرأة الطاهرة الطيبة اللي ما تحمل إلا الخير لكل الناس، كيف ظلموها؟ لماذا ظلمتموها؟ لماذا قتلتم فاطمة؟ لماذا كسرتم ضلعها؟ لماذا أسقطتم جنينها؟ تستاهل الزهراء هالشكل؟ ها؟ أنت إذا تسمع فتاة عمرها 18 سنة وحامل بالشهر السادس وفي بعض الروايات بالشهر الثامن من الحمل، وتعصر بين الحائط والباب، ويحرق البيت عليها، وتقع بين الحائط والباب، تقع على الأرض، ويسقط جنينها وهي أم الحسن والحسين سيدة نساء العالمين. هذه ما لازم تذكرون مصيبتها، كل ليلة تذكرون مصيبتها حتى ما حد ينساها، خصوصا بعض التيارات اللي تعمل ليل نهار على نسيان هالقضية وعلى إبعاد الناس عنها. لا، هذه ما ممكن لأحد أن ينساها أبدا الزهراء. فلما قامت من غشيتها رأت ابنتها زينب واقفة أمامها، قالت لها: بني زينب، أين أبوك يا علي؟ قالت: أماه أخرج من الدار. فخرجت بيدها الحسن والحسين يقيمها الألم ويقعدها، وهي تقول: خلوا ابن عمي أو لأكشف للدعاء رأسي وأشكو للإله شجوني. الإمام أمير المؤمنين قال لسلمان: يا سلمان، الحق الحق، عجل، أدرك ابنة محمد، والله لو دعت الآن لانقلبت هذه على هذه، بس لا تخليها تدعو. فرجعت إلى الدار، لكن بأية حال، في ذلك الجو المشحون بالحقد ضدها، رجعت والسياط على كتفيها، العبد قنفذ يلوعها بسوطه، حتى انعطفت على قبر أبيها رسول الله، وقفت على قبر أبيها رسول الله، أطلقت العنان لعيونها ودموعها، جعلت صدرها على قبر النبي، كانت تأخذ القميص من أمير المؤمنين تشمه إلى أن يغمى عليه، غيبه عنها أمير المؤمنين. الآن وقفت على القبر: قل للمغيب تحت أطباق الثرى. اليوم أريد أخذكم للبقيع الليلة، ها، لظلام البقيع، ابحثوا عن قبر أمكم فاطمة الزهراء هنا. قل للمغيب تحت أطباق الثرى: إن كنت تسمع صرختي وبكائي، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالي، قد كنت ذات حمى بظل محمد لا أخشى من ضيم وكان جمالي، فاليوم أخشع للذليل وأتقي ضيمي وأدفع ظالمي بردائي. أبتاه فإذا بكت قمرية في ليلها شجنا على غصن بكيت صباحيا، فلأجعلن الحزن بعدك مؤنسي ولأجعلن الدمع فيك وشاحيا. يا ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا؟ قومك يا بو
أفعالك مرمروني ومن البجا عليك منعاني وبر المدينة طلعوني ومن حقي يا أبو يحرموني